النهارده الحقيقه بعد ترقيصات كتير عملها احمد مجاهد، المهندس احمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري، فوجئنا باسم بتعتقد ان هو جيد ولا لا من وجهه نظرك كارلوس كيروش. اختيار كارلوس كيروش كمدير فني للمنتخب الوطني، هل شايفه جيد ولا لا؟ هو الاختيار جيد، انا شايفين طبعا الراجل السيرز يعني او السي في بتاعه بشكل مميز جدا، بس انا معترض على حاجه واحده. اتفضل. عنصر الوقت، انت عندك عنصر بالزبط. الوقت عندك مشكله، انا ممكن ابدا بالراجل دوت في فتره كانت من بدري قوي اقدر ادي له الصلاحيات وادي له الشكل ويتفرج على الدوري المصري ويشوف خامه اللعيب المصري ايه والامكانيات اللي تصلح ايه والناس الموجوده بالظبط واختياراتك ايه. تخلي بالك هو لازم يكون عنده قوام اساسي بيقدر يشتغل عليه. مظبوط. فانت دلوقتي جايبه في عنصر وقت، انت عندك توقف مثلا اقل من شهر عشان ماتش ليبيا. ماتش ليبيا 9 و12، الماتشين 9 و12. طيب انت هو يقدر هيشتغل ازاي؟ هيعرف اللعيبه دي منين؟ هيحقق الاستراتيجيه بالشكل بتاعه ازاي؟ الجهاز المعاون ما يبقاش له دور يا بس، يعني انا معاك كابتن ضياء السيد، كابتن محمد شوقي، كلها اسماء يعني بسم الله ما شاء الله كبيره جدا. حلو قوي، حلو قوي. كابتن ضياء عارف كل لعيبه الدوري المصري، شوقي عارف كل لعيبه الدوري المصري، حضري عارف كل لعيبه الدوري المصري. انا معاك مفيش مشكله، بس الشكل هم عارفين طريقه الراجل او الشغل بتاع الراجل هيشتغل ازاي؟ لا. هيعرف يلعب ب 3-4-3-2-1 ولا هيشتغل 4-3-3 ولا هيشتغل السيستم بتاعه ايه؟ او لا. هو بيعتمد على ايه؟ احنا كنا بنتكلم مثلا على كوبر، نتكلم عليه كورقه وقلم، الراجل كان ناجح بس كان اداء الممتع بتاعه او الجمالي مش موجود زي كابتن حسن شحاته، بس كوبر كان بيشتغل بحاجه مميزه جدا اللي هو ليه طريقه لعب، ليه هويه، اللي انا نتكلم عليه ليه شخصيه، ليه شكل في ليه شخصيه اللي هو بيعتمد مهما كان نقول مثلا بيعتمد على محمد صلاح من الجنب او تريزيجيه، او تريزيجيه، بس انت عارف هو ناجح فيها، يعني تريزيجيه بيعدي من الجنب يجيب لك ضربه جزاء، محمد صلاح يقدر يشتغل واحد على واحد ويقدر يجيب الحته دي كلها. فاحنا بنتكلم الشكل، انت هتقدر توصل في المرحله دي ايه؟ او انت التارجت بتاعك للفتره دي ايه؟ فانا كنت من وجهه نظري كان لازم مدير فني وطني شايف الدنيا كلها في الوقت ده بالذات. انا اقدر اجيب مثلا عندنا اسماء كبيره وعندنا كوادر كبيره، ليه ما نديش اللعيب المدرب المصري مع احترام الناس الموجوده، الناس اللي عندها خبرات دوليه، تخلي بالك مش اي مدرب مصري وخلاص، طبعا لازم يكون على الاقل مثلا لعيب دولي عارف يتحط تحت الاجواء دي ازاي، يشتغل ازاي. انت شفت حتى كل الترشيحات او كل الناس كانت بتتكلم على كابتن حسن شحاته طبعا، وده يعني ما ينفعش نتكلم عليه عشان راجل لا كابتن حسن خارج التقييم خالص، بره التقييم مظبوط. انت كنت بتتكلم على كابتن ايهاب جلال وحسام حسن، فالاثنين مدربين كبار، بس هنا بتفرق اساسا زي ما احنا قلنا الخبره الدوليه واللعيب الدولي او اللعيب اللي هو الشخصيه اللي بيقدر يتكلم فيها. كنت شايف المرحله دي انا كنت متعاطف مع حسام، يعني كابتن حسام حسن. كابتن حسام حسن. انا كنت متعاطف، يعني هو المرحله دي اسلام عايز الراجل ده او الشخصيه دي. اوكي. بنتكلم الشخصيه دي اللي هي قويه تقدر تشتغل، هتقدر تقول له مش هعمل متوشه، هيقول لك لا هعمل متوشه، هعمل معسكرات، هيبقى ليه يقدر يتكلم. انا كنت بتكلم في الشخصيه دي. الوقت دوت وقت صعب جدا، انت خلي بالك اللي جينا نتكلم انت عندك عنصر صعب جدا اسلام موجود دلوقتي، عنصر الاجهاد. اللعيبه كلها خلاك ما خدتش راحه 5 ايام او 10 ايام او 7 ايام ما يعملوش حاجه في لعبه الكوره بالظبط. فانت عندك لعيبه مجهده وجايه والناس جايه من الاولمبيات، والنادي الاهلي كان بيلعب افريقيا وبيلعب بطولات وكل 3 ايام ماتش، فده كله اجهاد. فانت لما تيجي تتكلم، وده اللي اثر مع كابتن حسام بدري خلي بالك بشكل كبير جدا اللي نتكلم عليه. الراجل اتاثر، هو ما عملش طبعا متوشه وديه، هو كان لازم يسمع على متوشه وديه زي كابتن شوقي غريب في المنتخب الاولمبي، كنت لازم احط انا اجنده دوليه هلاعب كذا هلاعب كذا هلاعب كذا، عشان بعد كده اللي بيجي يتحاسب اسلام زي ما انت بتشوف خلاص انت اللي بتتقيم. ما يجيش حد يقول لك لا انت احنا ما عندناش متوشه، لا انا هعمل متوشه وانا هشتغل فدي الشخصيه اللي انا اقدر اعمل متوشه، اقدر اشتغل واقدر ابين وجهه نظر، عشان لما تيجي يحصل تقييم في الاخر انت اللي هتقيم، ما حدش هيقيم غيرك. وده اللي حصل مع كابتن حسام، ما هو ده الطبيعي. يعني بنتكلم عليك انت لما تيجي تتكلم، انت بتلعب منتخب مصر اسم كبير ليك جميع الصلاحيات، اشتغل جميع الصلاحيات عشان بعد كده لو حصل اي حاجه انت اول واحد، انت رئيس الجهاز الفني، انت مدرب مدير فني منتخب مصر. صح. فما ينفعش حتى لازم يكون عندي حد يحط لي الجدول او يحط لي التارجت بتاعي او البلان بتاع الفتره ديت، اللي انا هعمل ماتش يوم كذا يوم كذا يوم كذا يوم كذا، اقدر احط يعني اقدر اقول لهم للاتحاد الكوره البرنامج بتاعي هو اتفضل، زي ما الناس كلها بتعمل، المنتخب الالماني بيعمل كده، المنتخب الالماني وبلجيكا بيسكنوا المتوشه لمده 6-7 شهور قدام.